يا شيخ، كيف يرفع البلاء؟ أريد دعاء، أنا تحت البلاء من 11 سنة، ماذا أفعل؟ أسأل الله عز وجل أن يرفع بلاءك. طرائق يا أختي نور، أعظمها وأولها صدق التوكل على الله، وأنت إن شاء الله من الصادقات. الأمر الثاني الدعاء في فلق السحر، ومما يقال دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولي يا ولي يا حميد 40 مرة في سجودك، يا ولي يا حميد 40 مرة في سجودك، أكثر من هذا فإن الله لا يضيع أولياءه. يا ولي يا حميد، يا ولي يا حميد، ارفع عني ما أنا فيه، وقولي اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ. بقية الرابعة إن كنت تحفظين وتكتبين معي، فإنه الله عز وجل قال في كتابه العظيم: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال بعض أهل التفسير إن هذه البقية كانت رضاض التوراة التي كتبت لموسى وعصى موسى وعمامة هارون، ثم قالوا وكلمات الفرج، وكلمات الفرج، وهي لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعيدها لك يا أختي نور ثلاث كلمات: الأولى لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، والثانية سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والثالثة والحمد لله رب العالمين. أرجو الله أن يرفع عنك وعن كل مبتلى ما ابتلاهم الله جل وعلا به.